هو الذهب هيرخص تاني؟ ده بقى لسان حال ملايين من المصريين بعد ما الذهب وصل ل 3000 جنيه لأول مرة في التاريخ. عشان كده الحكومة والمسؤولين طلعوا يقولوا تصريحات بخصوص سعر الذهب اللي قلب الدنيا من ساعات، وقالوا مفاجأة كبيرة عنه هتحصل في شهر يناير اللي جاي. لكن يا ترى قالوا ايه؟ وايه مصير أسعار الذهب؟ وهل ممكن ينخفض تاني؟ وايه سبب ارتفاعه بالشكل ده؟ الناس دلوقتي ما بقاش في حاجة على لسانها غير أسعار الذهب اللي وصلت من ساعات ل 3000 جنيه لأول مرة في التاريخ. عشان كده ناس كتير بدأت تسأل، هو ممكن الذهب ينخفض تاني مع دخول السنة الجديدة؟ ده خلى الحكومة تطلع وتتكلم عن سبب ارتفاعه ومصير الأسعار في الفترة اللي جاية. لكن يا ترى قالت ايه؟ الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب قال في برنامج صالة التحرير ان تثبيت الفيدرالي الامريكي لسعر الفايدة واعلانه عن تناقص الفايدة الشهرين اللي جايين ادى لارتفاع سعر الذهب عالميا ومحليا، وقال انه من المتوقع ان الذهب يستقر على الاسعار من زيادة جديدة او ينخفض الفترة اللي جاية. وده خلاه يقول إننا وصلنا لقمة الارتفاعات في أسعار الذهب، وده ما حصلش قبل كده سواء محلياً أو عالمياً. عشان كده بقول للمواطنين إنه مفيش داعي للاستعجال والإقبال على الشراء في الفترة الحالية، لأنه من المتوقع انخفاضه في يناير. وده عكس الكلام اللي قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالغرفة التجارية بالقاهرة. قال لموقع صدى البلد لما قال إن أسعار الذهب في مصر متوقع ارتفاعها مرة تانية، ده بسبب استمرار اضطراب الأوضاع السياسية، بالإضافة لعدم وضوح القرارات الاقتصادية الراهنة بخصوص حسم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي عشان ياخد تمويل إضافي. وقال كمان إن استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء لأرقام تاريخية من ضمن الأسباب الرئيسية في زيادة سعر الذهب، خصوصاً وإن محلات الصاغة بتحدد تسعيرة المعدن الأصفر على أساس الدولار في السوق الموازي. وقال ان سعر الذهب زاد ل 3000 جنيه في الجرام بالنسبه لعيار ال 21، لكنه نزل 5 جنيه بس من سعره، بس ده مش تراجع. وحسب حسام العجمي رئيس قسم ابحاث السوق الذهب في شركه جولد بليون للوطن انه خلال الفتره الحاليه مفيش احداث هتاثر على اسعار الذهب بالسلب او الانخفاض، غير ان الطلب على الذهب في الوقت الحالي مستقر. وقال ان في توقعات بارتفاع الذهب خلال 2024، خصوصا مع انتهاء مده شهادات ال 18% اللي هيجي موعد استحقاقها خلال شهر يناير وفبراير. وقال انه من المتوقع ان الطلب على الذهب يزيد خلال 2024، وده هيأثر على اسعاره. عشان كده ده افضل وقت للشراء، خصوصا ان الاسعار دلوقتي تعتبر مستقرة شوية، حتى لو السعر في الوقت الحالي بيتحرك نسبيا سواء بالارتفاع او الانخفاض. اما لطفي منيب عضو مجلس ادارة شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية قال لموقع فيتو ان اسباب زيادة المعدن الاصفر خلال الفترة الاخيرة بيجي بسبب زيادة الطلب عليه من المواطنين. وعموما هو قال ان سقف السعر المحلي بيحدده سعر صرف الجنيه قدام الدولار بشكل فعلي، ودي حاجة مش موجودة دلوقتي في السوق لأن الدولار ليه سعرين. دلوقتي بقى قولنا ايه توقعاتك بالنسبة لأسعار الذهب في الفترة اللي جايه؟